نشرة الحياة. نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أبرز العناوين. قيس سعيد يتابع مشروع المدينة الطبية ويدعو إلى تحميل المسؤوليات فيما يتعلق بتعطيل بناء مستشفى القيروان. وزارة التربية تهدد المعلمين النواب إما العودة للعمل أو التخلي عن خدماتهم، وجامعة التعليم الأساسي تصعد. أهلا بكم في التفاصيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج وزير الصحة علي مرابط، وأثار رئيس الجمهورية الأسباب التي تقف وراء تعطيل بناء مستشفى القيروان وضرورة تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي أدت إلى ذلك، إلى جانب تقدم المشاورات والدراسات حول بناء المدينة الطبية بمنزل المهيري التي يتم الإشراف عليها في رئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء المشروع المتعلق بإنشاء مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية وهشاشة العظام بجابس، علما وأنه تم رصد الأموال المطلوبة لهذا المشروع ولابد من الإسراع في إنجازه. وقد أثنى رئيس الجمهورية قيس سعيد مجددا على الجهود الكبيرة التي قام بها الإطار الطبي وشبه الطبي وكل العمل والأعوان، والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب. وكان رئيس الجمهورية في مستهل هذا اللقاء قد أكد على أن الحق في الصحة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وعلى أن الدولة وعلى الدولة أن توفر لجميع المواطنين هذا الحق. كما شدد رئيس الدولة بالمناسبة على مسألة الأدوية وضرورة توفيرها ووضع حد لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخلون فيه. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وكالة وطنية للأدوية تشتمل على ثلاث إدارات، وهي إدارة الدواء والصيدلة وإدارة اليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى مخبر وطني لمراقبة الأدوية. قال توفيق الشبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أن وزارة التربية تتعامل مع ملف الأساتذة النواب بلغة التهديد والوعيد، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته أمس وزارة التربية. وأكد أن تهديد وزارة التربية بالتخلي عنهم في صورة عدم إمضاء العقود يوم 10 نوفمبر سيقابله تصعيد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومنظوريها. واعتبر الشاب أن العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأساتذة النواب مذلة ومهينة وتتنافى مع اتفاق 8 مايو 2018 وتتعارض مع نظام الأساسي القطاعي. وقال أن وزارة التربية داست على القانون وتريد إرهاب الأساتذة النواب بدلا من فتح باب الحوار. وكانت وزارة التربية أصدرت أمس بلاغا قالت فيه أنه تبعا لتوصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتب عليها حرمان 10,000 من التلاميذ من حقهم في التعليم، فأنها توضح ما يلي: تقدمت وزارة التربية بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية بصيغة عقود لفائدة النواب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العمومية لمدة أقصاها 3 سنوات، وبانقضائها يدمج المعنيون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص. وتحتوي هذه العقود على كافة الحقوق والضمانات المخولة لمدرسي التعليم الابتدائي، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يصرف شهريا قدره 1340 دينار علاوة على المنح. من جهة أخرى، تقدمت وزارة التربية بصيغة عقود لفائدة حمل الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة يتم بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار خريجي دورات سابقة. أما بالنسبة إلى الأعوان الوقتيين فقد تم إعداد مشروع الأمر المتعلق بترسيمهم، وسيقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصى موفى شهر نوفمبر الحالي. وعليه دعت وزارة التربية المنقطعين منهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم، وأكدت أنها ستتخذ عند الاقتضاء الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم.
وذكرت وزارة التربية فيما يتعلق بحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرسين النواب المشمولين بالتسوية دفعة 2022 أنها تولت إرسال العقود إلى المعنيين وضبطت أجالا لموافاة المندوبية الجهوية للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها وبانقضاء تلك الأجال التي تمتد إلى غاية 10 نوفمبر الحالي تنقطع كل صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم. في موضوع آخر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير أمس رفع تحجير السفر عن والدي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت اجتازت الحدود البحرية خلصة نحو إيطاليا خلال عملية هجرة غير نظامية وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن شحا. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد قرر سابقا وبطلب من النيابة العمومية تحجير السفر على والدي الطفلة المذكورة حفاظا على نجاعة البحث في خصوص جريمتي إهمال شؤون قاصر واجتياز الحدود البحرية خلصة. كما قرر القضاء الإيطالي أمس أيضا تأجيل النظر في وضعية هذه الطفلة إلى الأسبوع المقبل وفق المصدر القضائي. دوليا، أدلى الأمريكيون أمس بأصواتهم في الانتخابات النصفية المصرية التي تم فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات. وهذه الانتخابات حاسمة إذ يعلق الجمهوريون آمالا عليها لانتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس من الديمقراطيين، فيما يتخوف الديمقراطيون من تشكيك الجمهوريين المسبق بنزاهة الانتخابات، إذ حذر الرئيس جو بايدن من خطر على الديمقراطية بسبب التيار الذي يؤكد أن دونالد ترامب فاز في انتخابات 2020 الرئاسية. هذا وتظهر النتائج الأولية تبعا مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة التي تشهد منافسة محتدمة أشعلتها قضايا الوضع الاقتصادي والإجهاض والتي قد تؤدي لتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن. ولم تتضمن النتائج المبكرة وتقديرات الشبكات الأعلامية الأمريكية تغيرا في ميزان القوى بمجلس الشيوخ، إذ لم تتضح بعد نتائج الاقتراع في الولايات الحاسمة، غير أن التقارير الأولية أظهرت نجاح الجمهوريين في انتزاع عدد من المقاعد التي كانت في يد الديمقراطيين بمجلس النواب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قيس سعيد يتابع مشروع المدينة الطبية ويدعو إلى تحميل المسؤوليات فيما يتعلق بتعطيل بناء مستشفى القيروان. وزارة التربية تهدد المعلمين النواب إما العودة للعمل أو التخلي عن خدماتهم، وجامعة التعليم الأساسي تصعد. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، لكم أجمل تحية سهم حمدي في أمان الله.